الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إلى سؤال النسائي، باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، هم من ثقات الأثبات من رجال الكتب الستة، قال حدثنا سفيان سفيان هنا وسفيان الثوري، سفيان الثوري وأمير المؤمنين في الحديث، قال عن منصور بن المعتمر رضي الله عنه وأرضاه، هو يقول ابن صفية، عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث هذا خرجه البخاري ومسلم متفق عليه. نعم، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة، خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: وكيف أتطهر بها؟ فاستتر، فاستتر كذا. نعم، يعني استحى النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم قال: سبحان الله، تطهري بها. أراد أن تتبع موضع الدم يعني. قالت عائشة رضي الله عنها: فلزمت المرأة وقلت: تتبعي بها أثر الدم. المرأة هنا جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض. قيل هي أسماء بنت شكل، وقيل أسماء بنت يزيد بن السكن. لا يهمنا من هي، يهمنا أثر المسألة الفقهية في هذا الباب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلك ذلكا شديدا حتى تقوى شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة من مسك يعني فتتبع أثر الدم. ولذلك قال: خذي فرصة، يعني قطنة ممسكة يعني المسك. العلماء هنا بيقولون تتبع أثر الدم، المعنى هو بعد انقضاء الحيض ورؤية المرأة للقصة البيضاء يلزمها الاغتسال. عند الاغتسال أنها تتتبع يعني أثر الدم، يعني الموضع بقطنة فيها مسك، وهذه لها مزايا كثيرة جدا. منها أولا ذهاب رضي الله عنك ساري، نعم الناصح أنت، جزاك الله خير. تتبع أثر الدم وفيها فوائد كثيرة جدا، منها أولا ذهاب الرائحة الكريهة. تعلمون أن دم الحيض له رائحة مستكرهة، فالمسك يأتي مطيبا فيكون الموضع على رائحة طيبة. الأمر الثاني أنه يجذب الرجل لامرأته فيكون فيها الاقتراب، وبالاقتراب يكون فيها علوق الولد، يعني هذا يساعد على ذلك، يعني يقوي تخصيب البويضة. يعني شوف مزايا كثيرة جدا. ليست المسألة واقفة على التطهر والنظافة، وأن ديننا لم يترك شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتى بها. ولو نظرت إلى الشرائع الأخرى لم تأتي بعشر معشار ما أتت به هذه الشريعة الغراء. ففيها أيضا من الفائدة علوق الولد، فهي تبدأ بالفرصة الممسكة حتى ولو كانت معتدة. والمعتدة تعلمون بأنها من موت، يعني المعتدة معناها ممنوعة من ذلك، حتى المنع هذا ليس لها، يعني حتى المنع هذا ليس لها، يعني ليست ممنوعة من استخدام فرصة ممسكة تمر فيها على هذا الموضع يعني. أما ماء سدر، احنا قلنا تأويل ماء سدر أن الماء سدر ليس في الغسلة الأولى، تستخدم الماء السدر بعد الأولى. العسل مع الحامض، يعني تقصدون الليمون، الله مستعان. الإشكال من يفعل ذلك؟ ليس الإشكال في الوصف، الإشكال في الموصوف له، الله المستعان. طيب، لذلك قال النبي تتبعين أثر الدم، فقالت له: يا رسول الله، كيف أتطهر؟ هنا مراجعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي، وهنا كما قلنا يعني الكلام فيما يستحي منه من أجل المسألة التي فيها ما فيها من الفضل
ولأن هذا تعليم الأمر مهم جلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعي أثر الدم. قالت وكيف أتطهر؟ قالت تطهري، استغفر الله، قالت تطهري. قالت وكيف أتطهر؟ فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فجذبتها فجبستها، فقلت لها تتبعي أثر الدم. وهذه من السنة في هذا الباب. وللمرأة لا تلام إذا راجعت فيما يستحي منه من أجل أن تتعلم أو تتقن ما يكون عليه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فرضية العين، على المرأة أن تتعلم هذه الأبواب التي هي فرض عين عليها، يعني فليست فرض كفاية، هذه فرض عين عليها. وإن لم ترد أن تتعلم إذن ألزمت نفسها بالسؤال عنه. وأيضا لو سألت هي قد تتحفظ عن بعض الأسئلة فيضيع عليها الخير، فلابد أن يغنيها زوجها أن يعلمها، وإن لم يكن تتعلم، والأمر ليس فيه ثم شيء. ديننا ليس دين لا يشجع التنطع، وكما قلنا حتى فيما يستحي منه لابد أن نتكلم. جاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق ثم سألت ما على المرأة إذا هي احتلمت. نعم، الفوائد المستنبطة: الشريعة لم تترك شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فردة إلا أتت بها، وكرامة المرأة منوطة بها. الكلام والسؤال فيما ينهى فيما يستحي منه من أجل بوابة العلم. فضل أزواج النبي بعلمهن يغنينا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور يعني يستطيعنا أن يبص أن تبص كل واحدة منهن العلم في الأمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.